وهي فرصة جيدة أولا للاحتكاك ما بين البطلات العالمية لحصلنا على الرتبة الأولى بعد الدورات الأولى الثلاث، فهذه الدورة الرابعة والأخيرة اللي غادي تحسم في هذه البطولة إن شاء الله. والمغرب غادي يشارك بثلاثة ديال الراميات اللي عندهم يعني مؤهلات كبيرة جدا، ولكن عليهم اللي غادي تبنى المستقبل إن شاء الله، أولا بتأطير تقني محكم بالولوج إلى مدربين، وخاصة الجامعة الملكية المغربية تعاقدت منذ ثلاثة أيام مع مدرب إيطالي كاسباريني اللي كان كيدرب فريق كرواتيا واللي حصل معه على الميدالية الذهبية في 2012 في لندن والميدالية الذهبية في 2016 في ريو دي جانيرو. إذن فهاد السنوات المقبلة اللي كتفصلنا على 2020 هي سنوات مهمة جدا لبناء هذه الرياضة والحصول على أبطال على الصعيد الدولي. اعتبرها حدث عالمي، ونشكرهم على حسن وكرم الضيافة اللي لقينا حقيقة، وهذا مو بغريب عليهم ونحن في وطننا وبين أهلنا. وهذه البطولة، بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات الدولية، هي بطولة مهمة، وفي محطتها الرابعة اليوم بعد دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، اليوم نختتم مسك الختام في المملكة المغربية، وإن شاء الله تكون بمشاركة كبيرة من أكثر من 11 دولة وأكثر من 40 رامية. نتمنى إن شاء الله النجاح لهذه البطولة، لو أني أرى هذا النجاح يعني من بداية التنظيم الكبير لهذه البطولة واهتمام المملكة المغربية بها. وما في شك نحن هذا اليوم هذا الحدث عالمي باهتمام بالمرأة ورياضة المرأة، الاتحاد الدولي أيضا يؤيد هذه المبادرة والمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بأن تقام هذه البطولة الدولية للسيدات، لأنها تعزز الدور اللي تقوم به أيضا الاتحاد الدولي، ويقوم بالعالم قاطبا لتعزيز دور المرأة خاصة في الجانب الرياضي. نحن فخورين بما وصلت لهذه البطولة، فخورين بالدعم اللي نلقاه سواء من الدول اللي شاركنا فيها وأيضا من المملكة المغربية. متمنين إن شاء الله التوفيق والنجاح للراميات، وبالذات أن هذه الراميات يعني راميات دوليات. اليوم نحن أيضا بمشاركة بطلات عربيات وأيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله أن تكون هذه يعني رافد رئيسي لبطولة المرأة وبالأخص البطولة العربية، المرأة العربية، أن تصل إلى العالمية. أنا سعيد بحضور التظاهرة هذه، وهذه جاءت بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك صاحبة المبادرات، وخاصة فيما يخص المرأة الإماراتية والمرأة العربية في مختلف الأنشطة المدنية والعسكرية. احنا سعداء أن نشوف بناتنا من دولة الإمارات ومن المملكة المغربية أيضا يساهمون في هذه التظاهرات وبأعداد متزايدة. إن شاء الله هذه يعطيهم فرصة يشاركون في الألعاب الأولمبية وفي التظاهرات الدولية الأكبر.